رفض نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك خوض مباريات ودية قبل مواجهة الداخلية في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الأحد المقبل. وجاء قرار نيبوشا لرغبته في التركيز على بعض النواحي الفنية في التدريبات، وكذلك رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، وهو أمر يراه ضروريا في الفترة الحالية. ويحرص المدير الفني الجديد للفريق الأبيض على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل كل تدريب من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في اللقاءات المقبلة، بعد أن سقط الفريق في فخ التعادل بالجولة الأولى من الدوري أمام الإنتاج الحربي. وكانت هناك مطالبات لنيبوشا بخوض تجربة ودية تزيد من انسجام تشكيلته الأساسية، لأن أغلبها من العناصر الجديدة، وهو ما رفضه المدرب المونتجري في النهاية.